أهلا بكم. والبداية من تطورات الملف النووي الإيراني، فقد أعلن مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أبلغت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة بخطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وقال كاظم غريب أبادي على حسابه على تويتر إنه سيتم تنفيذ قانون البرلمان في الوقت المحدد. وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب بحسب نص تغريدة المسؤول الإيراني. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم، قال إن إيران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي بمجرد إلغاء واشنطن الحظر غير الشرعي على طهران، مضيفا أنه لا طريق أمام إدارة جو بايدن إلا بتعويض أخطاء الإدارة السابقة والعمل بالالتزامات القانونية. وكان بيان للخارجية الإيرانية قد قال إن وزيري خارجية قطر وإيران بحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال اللقاء الذي جمعهما في طهران اليوم. ونقل البيان عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تأكيده حاجة المنطقة إلى توجه جديد وتعاون متعدد الأطراف وأعرابه استعداد الدوحة لأداء دور فاعل في هذا المجال. فيما أكد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أهمية تعاون دول المنطقة للتوصل إلى تسوية بشأن القضايا الإقليمية، مشددا على رفض طهران لسياسات الإجبار والقوة. وكانت إيران قد لوحت بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي في غضون أسبوع إذا لم تفي الأطراف الأخرى بالتزاماتها، حيث قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة إن بلاده ستجمد أي عمليات رقابة وتفتيش خارج اتفاقية الضمانات والتي التزمت بها إيران توعية. بدأ العد التنازلي لخطوة إيرانية جديدة في الملف النووي. فالحادي والعشرون من الشهر الجاري هو موعد تجميد طهران التزامها الطوعي بالبروتوكول الإضافي. فطهران تقول أنها لم تلمس حتى الآن أي تغييرات في سياسات واشنطن الجديدة عن سياسات إدارة دونالد ترامب. سنوقف العمل بالبروتوكول الإضافي بعد المهلة الزمنية المحددة إذا لم تنفذ بقية الأطراف التزاماتها. حتى الآن السياسة التي نشهدها من إدارة جو بايدن لا تختلف عن إدارة ترامب، ولم تتغير سياسة الضغوط القصوى. وبينما يتواصل السجال بين طهران وواشنطن حول النووي وغيره، تتواصل جهود دولية وأخرى إقليمية في محاولات لكسر الجمود في هذا الملف، وملفات أخرى إقليمية تزداد بدورها تعقيدا. هناك جهود إقليمية تسعى إلى حلحلة التصعيد الجاري بشأن الاتفاق النووي وفي ملفات المنطقة أيضا، والمشاورات جارية بين طهران والدوحة حول قضايا عديدة منها ملف طالبان والتوتر بين طهران والرياض إقليميا ودوليا بشأن التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن. طهران تمضي بوتيرة متسارعة نحو تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، والإيرانيون وإن أكدوا مواصلة التعاون مع الوكالة فهم لا يخفون انتقادهم لكشف الأخيرة عن تفاصيل سرية وأخرى تفصيلية غير ضرورية كما تقول إيران. لا أحد هنا يتوقع انفراجة تسبق خطوة طهران النووية المرتقبة. هذا يعني مواصلة التصعيد والتصعيد المضاد، اتهامات متبادلة تسعى دول إقليمية للتقليل من حدتها. ياسر مسعود، العربي، طهران. نتابع المزيد مع مراسلينا من طهران حازم كلاس وأيضا من واشنطن عماد درواشدة. مرحبا بكم حازم، نقرأ معك بداية في هذه التصريحات الإيرانية وأيضا نتائج الزيارة التي يؤديها وزير الخارجية القطري أيضا إلى طهران.
يعني اسمح لي جمال أن أبدأ من نهاية سؤالك، وهي زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران. بطبيعة الحال هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم وبمضمون مهم أيضا. هذا التوقيت هو قبيل يوم الأحد المقبل، الذي قالت إيران أنها ستوقف العمل فيه بالبروتوكول الإضافي، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك في إطار خطوات تقرأ على أنها خطوات تقنية تصعيدية في البرنامج النووي الإيراني، تحاول من خلال طهران الضغط على الأطراف الأخرى، تحديدا الإدارة الأمريكية والترويكا الأوروبية، من أجل رفع العقوبات عن إيران وإعادة إحياء الاتفاق النووي بشكل أو بآخر وتسريع هذه العملية. ولكن هذه الخطوات بطبيعة الحال أثارت حفيظة الدول الغربية وتحديدا الدول الأوروبية والإدارة الأمريكية. قطر تحاول منذ فترة أن تؤكد على ضرورة انتهاج الدبلوماسية والحوار في حل هذا الملف تحديدا. ووزير الخارجية القطري خلال الأيام الماضية أجرى اتصالات مع أو أجرى مباحثات خلال اتصالات هاتفية مع المبعوث الأمريكي في الملف الإيراني روبرت مالي، وأيضا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، وكان للملف الإيراني حيز كبير في هذه المباحثات. هنا تجدر الإشارة إلى أن كلا الطرفين يبدو أنهما يرغبان في الحفاظ على الاتفاق النووي، سواء واشنطن أو طهران، ولكن الخلاف هو ربما حول كيف يتم ذلك وآلية العودة إلى آلية الاتفاق النووي في ظل الخطوات التصعيدية التي تتخذها طهران وعدم مبادرة واشنطن حتى الآن برفع العقوبات عن إيران. ربما الدور القطري يأتي في محاولة تقريب وجهات النظر، في محاولة ربما للتوسط، في محاولة لموازنة هذه الخطوات بين البلدين بشكل أو بآخر، موازنة رفع العقوبات مع أيضا تراجع إيران عن خطواتها. في هذا الإطار تقرأ هنا أيضا في أروقة الدبلوماسية الإيرانية التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بدقة. المقال الذي نشره روبرت مالي في فورن أفير لاقى أصداء طيبة هنا في إيران، قال فيه بأن على الإدارة الأمريكية أن تبدأ بهذه الخطوة الأولى، ولكن تحدث عن خطة شاملة في هذا الإطار. ختاما أقول إلى أن الملف الإقليمي كان حاضرا أيضا بقوة في زيارة وزير الخارجية القطري. الدعوة للحوار الإقليمي بين إيران والدول الخليجية وترحيب إيران بهذه المبادرة القطرية والدور القطري واضح تماما. نعم، نذهب إلى واشنطن وعماد الرواشد. عماد، كما ذكر حازم، ربما طهران تنتظر هذه الخطوة الأولى من واشنطن. واشنطن حتى الآن لم تصدر أي تعليق حول التصريحات الإيرانية الأخيرة، كيف يتفاعل أو تتفاعل هذه التصريحات هناك، وما المنتظر أمريكيا أيضا إزاء هذه الخطوة الإيرانية؟ نعم، بطبيعة الحال من المرجح أن يستمر هذا التجاذب السياسي بين إيران والولايات المتحدة لفترة قد تطول ربما. الآن بطبيعة الحال الولايات المتحدة في عطلة فيدرالية، ربما يصدر تصريح في وقت متأخر من هذا اليوم، غير واضح حتى الآن فيما يخص التطور الإيراني الأخير. لكن ما نعرفه أن إدارة بايدن بشكل عام تريد فعليا العودة إلى ملف التفاوض، وتعيين روبرت مالي كمبعوث إيران هو خطوة في هذا الاتجاه، خطوة في اتجاه الإشارة إلى أن واشنطن تريد فعلا العودة لهذا الاتفاق الذي انسحب منه ترامب. ما عقد الموضوع هو العقوبات التي فرضها دونالد ترامب في نهاية فترته الرئاسية. الآن الولايات المتحدة تشعر بنوع من الحرج ربما، العودة عن هذه العقوبات في ظل زيادة قدرات التخصيب الإيراني تبدو وكأنها خطوة ليست في صالح الدبلوماسية الأمريكية وليست في صالح صورة الولايات المتحدة كقوة عظمى. ما تحاول الولايات المتحدة الآن فعله هو إقناع الجانب الإيراني بالعودة عن التخصيب كخطوة كبادرة حسن نية ربما، ثم العودة إلى التفاوض. لكن في نفس الوقت هناك نوع أيضا من الفروقات داخل الإدارة الأمريكية نفسها، في الوقت الذي يقول فيه بايدن بأن
عودة إيران عن عمليات التخصيب، الرجوع للمستويات الأولى التي تنص عليها الاتفاقية كفيلة بأن ترفع العقوبات وأن تعود بشكل سريع العلاقات لطبيعتها في وقت يقول فيه بايدن ذلك؟ نلاحظ بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكين يقول بأن الأمر لن يتم بهذه السرعة، بأن هناك ملفات أخرى ربما يجب نقاشها، والإشارة ربما لسوريا مثلا. هناك أيضا حديث عن اتفاق أطول واتفاق أقوى، وبالتالي وهو أمر بطبيعة الحال ترفضه إيران. إيران تقول بأن الاتفاق تم توقيعه وانتهى الأمر، وأنها لا تريد العودة من الصفر مرة أخرى للتفاوض حول اتفاق آخر يضم ملفات أخرى. بطبيعة الحال الأطراف الإقليمية تريد إدخال ملفات إقليمية في الاتفاق النووي الإيراني، لا تريد لواشنطن العودة مرة أخرى لهذا الاتفاق دون حسم ملفات أخرى أهمها التدخل الإيراني في بعض دول المنطقة في اليمن وفي سوريا. واشنطن بطبيعة الحال أجرت مبادرة حسن نية قبل أيام، ورأينا كيف تم رفع جماعة الحوثي عن قوائم الإرهاب الأمريكي، وبالتالي هناك مساعي أمريكية تقابلها ربما بعض التصلب من طرف إيران. هناك أيضا تصلب أمريكي يقابله التزام إيراني سابق في الاتفاق، ولا ننسى أن الإدارة جديدة وتريد التعامل مع إرث ترامب المعقد، وبالتالي ربما يحتاج الأمر وقتا حتى تتضح للإدارة سياستها القادمة في الفترة المقبلة. عماد درواشد من واشنطن وحازم كلاس من طهران، شكرا لكم.